جوج ديال الجنرالات خطوا لمنع دخول القميص فريق نهضة بركان. أكد أنور مالك الضابط السابق في الجيش الجزائري والصحفي المعارض لنظام الكبرانات أن الجنرالين عبد القادر حداد الملقب بناصر الجن ومهنا هما اللي عطاو الأوامر لمنع دخول قميص خريطة المغرب لفريق نهضة بركان. والسبعد أنور مالك نشيط في مواقع التواصل الاجتماعي تكون إدارة الجمارك وشرطة الحدود بمطار الهواري بومدين اكتشفت بالصدفة قميص بركان وفيه خريطة المغرب كاملة غير منقوصة واتخذت القرار بمنعه وحجزه، مؤكدا أنها ما كانت على علم بهذا الأمر وأن الجنرالين الجن ومهنا هما اللي رسلوا مجموعة أمنية كوموندو لأجل حجز أمتعة فريق نهضة بركان وإدارة العملية ككل من مكتب الجنرال الجن اللي تابع تفاصيل الأمور بالدقائق والتوالي. وأوضح المتحدث نفسه أن المخابرات العسكرية سبق لها أن منعت المنتخب المغربي للمحليين من المشاركة في كأس الكان ورفضت دخول الطائرة المغربية الأجواء الجزائرية بمبرر الحفاظ على السيادة الوطنية. وبين كذلك أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ما اعترضتش على الأمر واعتبرت المخابرات العسكرية الجزائرية أن عندها الحق في منع من تريد وعندها الصلاحية في التدخل في كل شيء.